الحين الكوبون تبع المسوق، بحيث اي انا اجي اعطي هذا المسوق هذا الكوبون واقول له والله يا مسوق اي عمليه خصم او اي عمليه شراء راح تجي من عندك في المتجر حقي راح تقدر تاخذ عموله على هذا الطلب. هل تبغون المسوق يشوف كم المبلغ اللي انت محدده؟ ممكن تحط صح ممكن لا. هل تبغى المسوق يشوف كم اجمالي المبيعات؟ كذا انت تحت لو كذا انت بتكون قفلته. بعدها راح نسوي حفظ راح يبان لك والله ان انت عندك كوبون تسويقي وان انت عندك كوبون عادي. كذا يعني كوبون عادي الاخضر يعني هذا الكوبون مفعل، البرتقالي يعني منتهي صلاحيته ولكن معك كوبون تسويقي، الكوبونات الرمادية معناها انه هذه الكوبونات مغلقة. ما في هذه الآلية انه تسوي كوبون رسوم الشحن بحيث انه يخصم لك الشحن. طيب لا، الشحن عندنا هنا اذا والله جيت حطيت عرض في متجرك، اذا والله يا عميلي اشتريت ب 300 ريال راح تقدر تشحن، اي اذا اشتريت ب 300 ريال راح تاخذ على طول ان شاء الله شحن مجاني. تمام. طيب ننتقل للي بعده اللي هي العروض الخاصة. إيش المقصود بالعروض الخاصة؟ لو بأجي أقول أنا عندي عرض في المتجر اشتري قطعة والثانية مجانا، نتكلم عن العروض الموجودة داخل المتجر. أنا عندي ثلاث أنواع عروض، إذا اشترى العميل X يحصل على Y، زي لما أجي أقول لك يا عميلي إذا اشتريت قطعة راح تحصل على الثانية مجانا من قيمة مشتريات العميل. العرض الأول إذا اشترى العميل X يحصل على Y، فأنا إيش ممكن أسوي؟ عندي في العروض الخاصة أول عرض اللي راح أتكلم عنه اللي هو طيب عندي أول عرض مثلا خلونا نقول اشتري قطعة والثانية مجانا، أو اشتري قطعة وتحصل على الثانية مجانا. طيب هذا العرض الأول. طيب مثلا في العرض الأول تاريخ نهاية العرض راح ينتهي يوم 24، أبغى هذا العرض يظهر في المتجر تبعي وأبغى يظهر في التطبيق تبع المتجر حقي، فأنا راح أحطها متصفح والتطبيق تبع المتجر. أول حاجة الكمية، إذا اشتريت قطعة يا عميلي من تصنيفات العيون والشفايف راح تحصل على قطعة من العناية أو البشرة، يا أنك تأخذ المنتج مجاني كذا إذا اشتريت قطعة من العيون أو الشفايف راح تحصل على قطعة مجانا في تصنيفات البشرة، أو ممكن أجي أقول لك راح تحصل على خصم بنسبة 30% إذا اشتريت من هذه القطعتين. فمثلا نص الرسالة أو نص العرض اللي بيكون موجود اشتري قطعة واحصل على خصم 30% على قطعة واحدة من التصنيفات التالية اللي هي تصنيفات البشرة. يعني إذا شريت قطعة من العيون أو الشفايف راح تحصل على خصم قيمته 30% على قطعة واحدة من تصنيفات البشرة. هذا العرض الأول عندنا. العرض الثاني ممكن كمان غير أن أنتم تحطون تصنيفات، ممكن تحطون منتجات، ممكن تكتبون اسم المنتج. يعني مثلا خلونا نقول إذا شريت قطعة من سيروم الكافيين راح تحصل على خصم قيمته 30% من منتجات البشرة. كمان عندي شيء ثاني اللي هو مبلغ ثابت من قيمة مشتريات العميل. قيمة التخفيض راح تكون 30 ريال. طيب يطبق الشرط عندي أربع شروط. طيب إذا على جميع المنتجات الموجودة في السلة أو على منتجات مختارة إذا هو اشترى منها راح يحصل على خصم، أو على تصنيفات مختارة أو على طرق دفع مختارة. مثلا إذا على جميع منتجات الموجودة داخل السلة فأنا ممكن أجي أقول لك والله يا عميل أنت راح تاخذ خصم ثابت قيمته 30% طيب على جميع المنتجات في السلة إذا شريت ب 500 ريال. تمام، حيكون العرض إذا عميلي اشترى ب 500 ريال راح يحصل على خصم 30% على جميع المنتجات الموجودة جوة السلة. الشيء الثاني عندي
إذا شرب كمية المنتجات، يعني إذا شريت 5 قطع من متجري رح تحصل على خصم قيمته 30%. طيب لو أنا أصلاً مسوي كوبونات زي اللي قبل شوي، فهل الكوبون يتطبق مع العرض؟ تبغونها؟ والله سووه صح. هنا ما تبغون الكوبون يتطبق مع هذا العرض، خلاص قفلوه بحيث أنه العرض لوحده والكوبون لوحده. طيب الشيء الثاني، جميع منتجات مختارة. مثلاً أنا أقول لك إذا شريت من سيرم الكافيين 5 حبات، طيب راح تحصل على خصم قيمة 30%. أو إذا شريت من تصنيف العيون والشفايف راح تحصل على خصم 5، وكانت 5 قطع أو كان السعر مثلاً 300 ريال، راح تحصل على خصم قيمة 30 ريال. أو طرق دفع مختارة، إذا اشتريت مدى أو حاسبت مدى وكان مجموع مشترياتك 300 ريال، راح تحصل على خصم قيمته 30 ريال. تمام؟ هذا هو العروض أو ملخص العرض الثاني تبع مبلغ ثابت من قيمة مشتريات العميل. العرض الثالث هو اللي هو العرض الأخير، اللي هو هيقول لك نسبة من قيمة مشتريات العميل. الحين أنا عندي إذا اشترى العميل X يحصل على Y مجاناً، أو يحصل على Y بنص السعر. العرض الثاني مبلغ ثابت من قيمة مشتريات العميل، اللي هو مثلا أنا حدد 30 ريال 50 ريال 60 ريال المبلغ اللي أنت تبغوه يطبق إذا مثلا اشترى من تصنيف أو اشترى كم منتج، أو إذا اشترى مثلا من تصنيفات أو كم حبة أو حاسب بطرق دفع معينة، أو عندي إذا اشترى مثلا خلونا نقول منتج معين أنا أبغاه. العرض الثالث اللي هو نسبة من قيمة مشتريات العميل، خيارات العرض يحصل على نسبة قيمة التخفيض فيها 30%، الحد الأقصى ممكن أنتوا تحطوه 20 ريال مثلا، نفس الشروط اللي كانت موجودة في مبلغ ثابت. اللهم الفرق هنا أنا ممكن أحط نسبة للعميل وممكن أنا أحط مبلغ ثابت. أبغى يشوف أنه والله بس 30% زي اللي بيصير في الأسواق، أنه والله عندنا خصم 50% وما أدري إيه، بأوصل عند الحساب بأجي أحاسب بلاقي أنه من جد الخصم كان مرة شيء مبلغ مرة بسيط، فتقريبا زي التسويق المجرهم أنه والله في عرض بس في الأخير ما رح ينخصم غير مبلغ مرة بسيط. تمام؟ نفس الأشياء اللي نعرضت فوق رح تكون موجودة في نسبة من قيمة مشتريات العميل. العملة تمشي عليهم مثل ما أنا تمشي علي، أنت تمشي على كل الناس، ما دام في خصم العميل على طول رح يشتري إيش ما كان قيمة الخصم. يعني تقريبا في السوق لما أنا بأجي أشوف قطعة سعرها 199 والله أخذها، ليه؟ ما وصلت 200، أوف لو كانت 200 بقول لا غالية، بس 199 أشوف السعر مرة كده مناسب، عرفت؟ إنه ريال واحد نقص. تمام؟ دايم كلنا تصير فينا الحركة هذه، دايم الكل تصير فيه، ما في أحد بيجي يقول هذه الحركة ما تمشي علي، لا تمشي علينا كلنا. يمكن أنت تقول أو في شيء الخصم ما تم كويس، فهنا ممكن أنت بتروح تراجع، بس في الأخير أنت بتكسب 20-30 ريال بجيبك، فممكن تحافظ عليها وتشتري المنتج، أنت تكون وفرت.